انطلاق الجلسة الافتتاحية للمنتدى 23 لرابطة مراكز حفظ السلام بحضور سامح شكري. Growing demand for peacekeeping at a time of shrinking budgets. الوقت القليل جدا. بالإضافة إلى ذلك هناك إسهامات جيدة جدا من جنود وقوات الشرطة. مصر أيضا تحاول أن تساهم في سياسات حفظ السلام، هذا من خلال التعامل المتعاون مع الأمم المتحدة وطبقا لرؤيتها. أيضا لقد استضفنا الاستشارة الأفريقية لعملية حفظ السلام، وأيضا استضفنا وساهمنا في المنظمات العربية والأفريقية، وقمنا بمناقشات هامة جدا في الجمعية العامة في 2016 حول الدور المستقبلي للأمم المتحدة في قضايا الأمن والسلام. نحن الدولة العربية الوحيدة وفي مجلس الأمن إن مصر تخاطب وتتعامل مع القضايا الخاصة بالأمن والسلام منذ أن تولت دورها في مجلس الأمن. ومنذ أسبوعين فقط مصر نظمت مناقشة مفتوحة حول الإسهامات الخاصة بالحفاظ على السلام والأمن والطرق التي تمكننا من تحسين كفاءة المهام. أيضا تحت رئاسة مصر لمجلس الأمن، المجلس أيضا تبنى قرار خاص بحماية الجرحى والأشخاص المرضى في المستشفيات وفي المؤسسات الطبية المختلفة. واعتبارنا أعضاء في مجلس الأمن الأفريقي، نحن نستمر في التعاون مع إخواننا للحصول إلى حلول سلمية للصراعات وللوصول ودعم الحلول الأفريقية للأزمات الأفريقية. أيضا لدينا فكرة لتكوين مركز أفريقي لحل الصراعات الأفريقية، ولدينا مبادرة الآن نسعى لتحقيقها للوصول إلى مشاورات إقليمية. تحت رئاسة مصر أيضا لقد لعبنا دورا هاما جدا في دعم التعاون ما بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية المعنية. الاجتماع ما بين مجلس الأمن ومجلس البلدان العربية في 2016 والذي خاطب الصراعات الإقليمية الطارئة، سيداتي وسادتي، كل هذه الأعمال كان لدينا مبادئ نسير وفقها. أولا هناك دعامة والتي تثبت يوما بعد يوم. لقد أثبت أن إدارة الصراع بشكل سيء قد تجمده ولكنها لا تحل. الكثير أيضا من مهام الأمم المتحدة أثبتت ذلك. لذلك من خلال الأساليب السلمية وليست الإدارية يمكن أن نحل المشكلات والصراعات. ثانيا فيما يخص، هناك إيمان عميق لحاجة لحل الصراع بشكل سلمي. قبل وبعد الصراع يجب أن يكون هناك منهج شامل للوصول إلى السلام ولا التدخل في الصراع ولحفظ السلام ولا صنع السلام ولتكوين السلام. لقد كانت رسالة الاجتماع الوزاري العاملين في مجال السلام والذي أتمنى أن يحدث في 2017 في نيويورك. السلام لا يمكن أن يتم فرضه وبالذات من الخارج، هذا يجب أن يتم بناؤه بشكل تدريجي من الداخل ويتعامل فيه الجهات المعنية في حفظ السلام في داخل البلد وفي داخل الإقليم. في هذا السياق إن التأكد على العمليات الخاصة باتخاذ القرارات في الأمم المتحدة والتي يجب أن تكون آمنة وشفافة وتشمل كل مشاركة كل البلدان الأعضاء وليس فقط من خلال الجمعية العامة ولكن من خلال مشاركة كل الأعضاء.
including on conceptual peacekeeping issues. هناك أيضا as well as budget قضايا خاصة بالسلام والميزانية يجب التعامل معها سيداتي وسادتي. أثناء الأيام التالية أعتقد أننا سنناقش مناقشات هامة حول عمليات حفظ السلام وتطبيقها وبرامج تدريبها وتدريب قوات حفظ السلام في اليوم وفي الغد. وأنا سعيد جدا أن أرى أن مؤتمركم يستخدم المعلومات والمعرفة الجديدة, وأرى أيضا أننا نستخدم الفتوحات والتطورات الجديدة في العلوم والتكنولوجيا لتطبيقها. أنا أيضا سعيد أن المؤتمر يتعامل مع أفضل التوصيات الخاصة بعمليات حفظ السلام وقواتها ويطبقها. أثناء مناقشاتنا نحن سنتعامل مع أفضل المتحدثون والخبراء والمسهلون الخاصون بعمليات حفظ السلام, وهذه الخبرة التي لديكم ستفيدنا كثيرا. لدينا أيضا الكثير من الفرص لتبادل الأفكار والتواصل والتي ستساعد إلى تكوين مبادرات مستقبلية ومشاركات فعالة. أريد أيضا أن أخذ هذه الفرصة لأشكر وزير الدفاع المصري ووزير الإنتاج وزير الداخلية لإنجاح هذا العمل, وأريد أن أشكر أيضا وزير السياحة ووزير الأثار من أجل إسهاماته. أريد أن أشكر أيضا حكومة اليابان وبرنامج الأمم المتحدة التنموي لدعمه المستمر لمركز القاهرة ونشاطاته. أريد أن أشكر أيضا الرئيس والأعضاء واللجنة التنفيذية لجهودهم الحثيثة لإنجاح هذا المؤتمر. أريد أن أشكر أيضا الإدارة والفريق الخاص بمركز مصر لحل الأزمات والذي قدم أعلى مستوى من الاحترافية في التعامل مع الأوضاع. سيدي وسيداتي وسادتي, نحن تحت رئاسة مركز القاهرة في العام الماضي في العام القادم وبدعم هذا المركز, نحن نريد أن تفكروا في طرق جديدة والتي من خلالها يمكن أن نحسن هذه الأزمات حتى نصل إلى تطور في عملية حفظ السلام. أتمنى أن يكون لدينا مناقشات بناءة ومثمرة. والآن أعلن افتتاح المجتمع الخاص بمركز تدريب عمليات السلام. أشكركم شكرا جزيلا.